أمين؟ لماذا تقف وحدك هكذا؟ أمين، أنت حزين، لماذا؟ لا أحد يلعب معي. عبد الله، لا أريد الكرة. لماذا لا تريد الكرة؟ لا أحد يلعب معي. أمين يلعب معك. هيا يا أمين، قم والعبا معا. هيا هيا. هناك احتفال رياضي يجتمع فيه الشبان من جميع البلاد الأفريقية. هناك ألعاب كثيرة في الاحتفال الرياضي. الرياضة واحدة. عظيم، انتهينا. هاي
يا سلام يا أنيس، شيء جميل ها؟ لم أرى في حياتي مكانا أجمل منه. صح، هل انتهيت؟ أوه تقريبا، بقي صندوق الألعاب. نظفه نظفه حسناً. جميل جدا يا سلام. سأنظف صندوق الألعاب. حسنا سأبدأ. هذه بطة الحلوة، وهذه هنا كرة الفضية. أوه انظر إلى هذه. أوه وكلبي اسمه سريع. نعم، وهنا مجموعة اللعب، وهذه أخرى سأرميها هناك. ما هذا؟ هذه غدتي. أوه وهذه هنا لا أعرفها، ولكن لا يهم، المهم تنظيف صندوق الألعاب. فوق تحت، 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 فوق. ماذا تفعل يا نعمان؟ هشام، هشام، أنا أفتش عن اسم جميل مناسب في هذا الكتاب يبدأ بحرف السين. السين اسم مناسب لمن؟ إذا ولدت قطتي ماذا أسمي ولدها؟ عندك قطة؟ لا، سيكون عندي قطة. وماذا ستناديها؟ سأناديها بس 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 فتجيء إلي. بس 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 بس. كل القطط تناديها بس بس فتجيء إليك؟ لا، قطتي أنا فقط اسمها بس بس. بس بس اسم جميل. طبعا حرف السين جميل في الأسماء. سعيد، سعيد يبدأ اسمه بحرف السين. سعيد، سعيد. سعيد جميل، أقصد اسمه سعيد جميل، ولكن لا يصلح اسما لولد قطتي. أريد اسما خفيفا. أقول لك يا نعمان، سمي ولد قطتك ميني ميني ميني. ميني ميني ميني؟ لا، هذا اسم أجنبي. أنا أحب الأسماء العربية التي تبدأ بحرف السين. جاءت فاطمة، هي معلمة وتعرف أسماء كثيرة. اسألها. فكرة. فاطمة، فاطمة. نعم. تعالي فاطمة. نعم. أريد اسما خفيفا لطيفا يبدأ بحرف السين. خيرا، من سيلد؟ قطتي. ما رأيك لو تسمي ولد القطة سمسم؟ سمسم، سمسم. يا سلام، اسم جميل. أتدرين يا فاطمة، نعمان ليس عنده قطة بعد. وماذا في ذلك، هو يخطط للمستقبل. سين، سيف. سين، سه. سين، ساعة. ستة، سبعة. سين، سجادة. سين، سلك. سين، سماء. سين. تعرفين من أي شيء يصنعون البسكويت؟ أعرف، يصنعونه من الطحين مثل الخبز. الخبز هو ماء وطحين، أما البسكويت ففيه طحين وماء وزبدة وصفار البيض وعسل أبيض وسكر وعصير فواكه.
ليتني بائع بسكويت. لماذا؟ لآكل كل البسكويت. اسحب. 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 مرحبا عبد الله. مرحبا نعمان. اريد كيسا من فضلك. لماذا تريد الكيس؟ انا ذاهب الى البحر، معي لباس البحر والمنشفة، اريد ان اضعها في كيس. الكيس سيبتل على البحر، لماذا لا تضعها في حقيبة؟ حقيبة؟ نعم، الحقيبة أفضل. حسنا، سأخذ حقيبة ليلى التي تحملها. إنها لا تصلح. لماذا؟ لأنها حقيبة نسائية. عبد الله، عبد الله. نعم. يوجد حقائب نسائية وحقائب رجالية؟ طبعا. حسنا، سأخذ حقيبة حمد التي يحملها. وحقيبة حمد أيضا لا تصلح. تقدر أن تضع في حقيبة حمد أقلاما وملفات ودفاتر. أنت تريد حقيبة تضع فيها لباس البحر والمنشفة. صحيح. إذن سأخذ حقيبة باسمة. هذه حقيبة مدرسية تضع فيها الكراسات والأقلام والدفاتر. طيب طيب. سأخذ حقيبة هشام التي اشتراها. هذه حقيبة سفر، إذا كنت مسافرا تضع فيها ثيابك. سأخذ حقيبة ملسون. هذه حقيبة صغيرة لا تتسع لأغراضك. سأخذ حقيبة طبيب المستشفى. لماذا تضحك؟ هذه حقيبة طبيب، الطبيب يضع فيها أدواته. حيرتني، أعطني كيسا وخلصني. لا 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 يا نعمان، سأعطيك حقيبة مناسبة. نعمان، لماذا أنت تحمل لباس البحر والمنشفة؟ أنا ذاهب إلى البحر. لتسبح؟ ها؟ لأسبح. السباحة رياضة، أليس كذلك؟ صح. إذن يا نعمان، أنت تريد حقيبة للرياضة. خذ هذه هي الحقيبة المناسبة. ضع فيها ملابس البحر يا نعمان. هذه حقيبة مناسبة. شكرا يا هشام. النجدة، النجدة، النجدة. ماذا ماذا ماذا؟ هذا فار في البيت، فار في البيت. لا تهتمي أبدا، لأن الفئران تهرب من القطط. النجدة. ألم يهرب الفأر من القط؟ لا تهتمي أبدا، لأن القطط تهرب من الكلاب. النجدة، النجدة. ألم يهرب القط من الكلب؟ بلى، ولكنه مزق المقعد وأكل طرفا منه. لا تهتمي أبدا، لأن الكلاب تهرب من الفيلة. النجدة. لا تهتمي أبدا، لأن الفيلة تهرب من الفئران. Hmm.
في المستقبل سنستعمل مصيدة. للولد جد إنسان، والطيور لها ريش، والراكود لها فر ناعم، والأسماك لها حراشف، والسلحفات لها غطاء عظمي، وللقنفذ أشواك حادة، والخروف عليه صوف. والفيل له جد متجعد، جده خشن. للكركدن جد خشن، والتمساح جلده خشن صلب، وللحصان جلد ناعم جميل، والنمر جلده ناعم ومخطط، وكذلك حمار الوحش فجلده ناعم ومخطط. وهذا الرنة يتساقط شعره لأنه لا يتحمل حر الصيف بهذا الشعر، ولهذا القرد شعر جميل. سعيد؟ يا سعيد؟ نعم نعم نعم. من فضلك أريد أن أشرب. حاضر حاضر. يا سعيد؟ نعم نعم. ماذا تفعل يا سعيد؟ حاضر. ألا تريد أن تشرب؟ بلى. وهذا هو الماء. ليس باردا يا سعيد. متأسف جدا، الثلاجة معطلة، وكما ترى هشام يصلحها. حسنا لا بأس به. بالهناء والشفاء. صحيح هو ليس باردا جدا لكنه مقبول. من أين يا سعيد؟ من هذا الحب. استعمل أجدادنا قديما مثل هذا الحب قبل اختراع الكهرباء والثلاجات. صحيح هي ثلاجة ولكنها من فخار. شاهدوا قريبا في سينما حيكم الفيلم الرائع الحرف سين، بطولة مجموعة من النجوم التي تبدأ أسماؤها بالحرف سين. ستضحكون لمواقف فكاهية تحبونها من قبل سهم وسرير، ستبكون مع سماء وسجين وسلاسل، وسيدهشكم سيف يقوم بحركات بارعة في السوق، وطبعا ستهتفون لسفينة سريعة. ولكن البطل العظيم بلا شك في هذا الفيلم الممتلئ بالنجوم والذي يقوم بدور جعله شهيرا بين جميع الحروف هو الحرف سين. لا تدعوا هذا الفيلم يفوتكم. والآن سنتكلم عن الرقم 9. نعم الرقم 9، وحتى تعرفوا معناه جيدا عندنا هناك كمية من الصناديق. صح. حسنا سأحضر لكم الآن، سأحضر لكم 9 منه ونعده. هل أنتم مستعدين؟ كامل. أوه لا. أهلا يا ضيدع. أوه طيب طيب، كيف حالك؟ طيب اسمع،
جئت لتساعدني أم جئت لتوجع رأسي؟ ضفدع، جئت لأساعدك. نعم صديقي. حسنا إذا اسمع جيدا. حاضر. هل ترى تلك الكومة الكبيرة من الصناديق؟ أي لا أراها. لا بعيدا هناك. نعم حسنا رأيتها. جيد، أريد أن تذهب إلى هناك وتحضر 9 صناديق، فهمت؟ قلت 9. نعم لكن 9 صناديق، سمع، 9 صناديق من تلك الكومة. نعم تريد 9 صناديق. 9 صناديق. 9 صناديق من تلك الكومة. نعم اسعد يا سلام، 9 صناديق. ماذا جرى لك؟ ألا تعرف أن تعد 9؟ من أنا؟ طبعاً الحقيقة. نعم لا تعرف أن تعد 9 صناديق؟ لا. إذن إلى كم تقدر أن تعد؟ كم أقدر أن أعد؟ نعم سؤال عظيم. أنا خجلان. 1. واحد. تعد إلى 1. إلى 1. حسنا سأقول لك ماذا تعمل. ماذا؟ اذهب إلى هناك مرة واحد واحضر لي صندوقا واحد. واحدا؟ واحد. هذه بسيطة. حسنا أسرع. احضر صندوقا واحدا. نعم. يا سلام بسيطة. حسنا أسرع. دم 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 دم. انظروا كيف يذهب الوحش هناك مرة واحدة ويحضر لي صندوق. نعم صندوقا أصفر. حسنا هذا هو. عظيم جدا. شكرا. والآن اذهب مرة أخرى واحضر لي صندوقا آخر. صندوقا آخر. صندوقا آخر. انظروا إليه كيف يحضر صندوقا آخر. برتقاليا. جيد. صندوق واحد برتقالي. 1. شكرا. والآن اذهب مرة أخرى. حسنا ذهبت حتى الآن مرتين لأحضر صندوقا واحدا. صحيح مرة أخرى. تريد أن أحضر صندوقا واحدا؟ نعم. عند ذاك أكون 3 مرات أحضرت صندوق. نعم أعرف ذلك. اذهب. اذهب. حاضر. أم فرارم. مرة أخرى يذهب إلى كومة الصناديق. صندوق. حسنا مرة أخرى. تريدني أن أحضر صندوقا 4 مرات؟ نعم 4 مرات إلى الكومة. حسنا سأحضر صندوقا برتقاليا. هذا هو. صندوق. حسنا آخر. أذهب 5 مرات إلى الصناديق. ما اشترك. 5 مرات إلى الصناديق. صندوق آخر. اسمع، 6 مرات ليحضر صندوقا. نعم لكنني تعبت. اذهب 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 اذهب. صندوق جميل أصفر. صندوق. لا تقل أعرف. 7 مرات إلى الكومة. استمر. صندوق. 8 مرات إلى الكومة صح؟ صندوق. 9 مرات إلى الكومة. صندوق. جيد. صندوق آخر. لا كفاية. الحمد لله. اسمع الآن. نعم. انظر إلى الصناديق كم واحدا هنا. حسنا دعنا نلقي نظرة إليها. توجد صناديق كثيرة كلها أمامنا. أظن أن الصناديق صارت لا أعرف. 1. لا اسمع،
أحضرت صندوقا في كل مرة. صح نعم. الآن كم مرة ذهبت إلى كومة الصناديق وأحضرت صندوقا؟ كم مرة؟ أظن 9 مرات. صح صح، ذهبت 9 مرات وأحضرت كل مرة صندوقا. صح 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 نعم. إذن ماذا عندك الآن؟ عندي وجع في ظهري. لا. وفي أقدامي. لا 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 لا, لا. عندك 9 صناديق. انتبه سأعدها. حسنا. انظر، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. رأيت؟ يا سلام، 9 صناديق. ها؟ صح. ذهبت لكومة الصناديق 9 مرات وأحضرت صندوقا كل مرة. نعم. فصار عندي 9 صناديق. عظيم. يا سلام. ولا نرجعها. مرحبا، اسمي حمودة. تظنون أني سأقع في هذه الحفرة، صح؟ خطأ، أنا سأقفز فوقها. أوب. لماذا لم تخبروني أنهما حفرتان؟ الآن عليك أن تسير إلى الأمام وتتخطى الدم. هيا. ترى ماذا سيحدث؟ لنرى. له 3 محاولات. والآن هيا. وماذا سيحدث الآن؟ طبعا سيقع. ليس بالضرورة أن يقع. حدث ما توقعت. ماذا؟ أقصد حدث ما توقعت أنت. والآن أمامك المحاولة الأخيرة، هيا. والآن ماذا سيحدث يا ملسون؟ طبعا سيمر من جانب الدم. لنرى. يا سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي بالتعاون الفني مع ورشة تلفزيون الأطفال بنيويورك. مع السلامة.